الفساد لا دين له، ولا مدينة ولا طائفة أو عرق. هو موجود حيث تتوفر البيئة الحاضنة له، من البصرة إلى زاخو، ومن المنذرية إلى القائم. هذا مجرد مدخل لتفاصيل مخيبة أصدرت هيئة النزاهة بعضها مؤخراً. ففي تقريرها الأول تتوقف الهيئة عند المشاريع المتلكئة في المحافظات، ومن بينها محافظة صلاح الدين التي توجهت إحدى فرق الهيئة لترصد وتتحرى فيها، وكانت النتائج مخيبة فعلاً. فهناك 598 مشروعاً، منها 299 تم فتح قضايا جزائية فيها. وتنوعت هذه المشاريع المشبوهة بين الطاقة الكهربائية ومجمعات المياه وشبكات المجاري وإنشاء الطرق وإكسائها وبناء المدارس والملاعب الرياضية وقاعات المناسبات وغيرها. الفرقة المرسلة للتحري بيّنت أن المحافظة لم تقم بتصفية السلف المالية ل 179 مشروعاً، فضلاً عن وجود مزاعم بصرف المبالغ المالية المخصصة لبعض المشاريع على خلاف التعليمات، ما ترتب على ذلك من هدر بتلك الأموال. ويذكر أن مجموع المشاريع المتلكئة التي لم يتم فتح قضايا جزائية فيها حتى الآن بلغ 329 مشروعاً بكلفة تجاوزت 2 تريليون دينار عراقي، تمول من الأموال المخصصة لتنمية الأقاليم والبترودولار والخطة الاستثمارية لعدد من الوزارات. وتوزعت تلك المشاريع بين إنشاء حوالي 300 بناية مدرسية ورياض أطفال، إضافة إلى مستشفيات ومراكز صحية وأبنية للعيادات الخارجية واللجان الطبية، وتراوحت نسبة الإنجاز بين 0 إلى 95%. ولكن لماذا التلكؤ؟ نسأل فيجيب التقرير أن الأسباب تراوحت بين قلة التخصيصات أو عدم وجودها وإيقاف التمويل من قبل المحافظة، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية للشركات المنفذة وسحب العمل من المقاولين. ما الحلول إذن؟ لا حلول في المدى القريب، فالبيئة تكاد تكون مناسبة للفساد، وهناك منظومة يقال إنها تحمي الفاسدين. وكما قلنا، الفساد لا دين له، إنه كالشبح، يمكن أن يكون بأي شكل ويتسمى بأي اسم. متى ننتهي من هذا الوحش؟ لا ندري.